تهانينا والف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا متواصلين وإياكم مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية من أرضية ميدان الشحانية، حيث ترحيبنا بالحاضرين، بالضيوف القادمين، وبالمتابعين عبر القنوات الناقلة. ومع هذا المشهد الذي ينطلق بقوة 8 كيلومترات في مسار يحدد الكثير من الإثارة مع سن الكبار، وفي يوم الكبار، ومع شوطنا 12 المخصص لسن الحيل من تعداد هذه الأشواط، ومن ضمن انطلاقات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. أبدأ بداية مع المركز الأول لأتابع هنالك في هذه اللحظات تغريد الشعار البرشلوني، يتقدم الأسماء مع مقدمة الشوط سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا هنالك تغريد مع مقدمة الشوط، تليها مباشرة هنالك الحاضرة جبارة فهيد بن محمد بن سعيد لحنيت، الشعار الكبير المندفع، شعار وسمية ومودة، من حقق العديد من الأشواط في هذا المهرجان وفي هذا الموسم يدفع لنا بشعاره وبجبروت هذا الشعار المنطلق مع المركز الثاني المركز الثالث. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من بقية الأسماء المندفعة والواصلة، وصلت هنالك شودة محمد بن سليم بن شويرب بن سعيد العامري، يتواجدون هنا أبناء الإمارات، يتحركون على المركز الثالث المركز الرابع. حضرت هنالك وديان زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، يتقدموا في هذه اللحظات ليتقدمون أبناء الكويت، قادمون من الكويت حاضرون في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما آخر نداء إعلامي يتقدم في هذه اللحظات شعار محمد بن دحبة بن محمد بن سالم العامري، أحد الشعارات والعملاقة المتواجدة في هذه اللحظات. تتقدم هنالك نجلة، هكذا متابعينا الكرام هو نداءنا الأول لهذه الأسماء المنطلقة لهذه الشعارات الكبرى، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الثنائي الكبير، إلى الثنائي الخطير، من مبكرا بناموس هذا الشوط وبانطلاقة هذا الشوط، يحلقون هناك في هذا الميدان بكل عرض كبير وأداء متميز، تتحكم هناك بقبضة الصدارة وتنطلق هناك في هذه اللحظات المنطلقة مع مقدمة الشوط. هنالك جبار فهيد بن محمد بن سعيد الحنيت بجبروت هذا الشعار وإمبراطورية هذا الشعار المنطلق مع مقدمة الشوط. المركز الثاني وتابع هنالك مشكور سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا هناك تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يقدم لنا تغريد مع المركز الثاني المركز الثالث. وصلت على ثالث المراكز هنالك المندفعة والقادمة، وصلت هنالك شودة محمد بن سليم بن شوير بن سعيد العامري، يقدم لنا شودة على المركز الثالث المركز الرابع. وتابع الحضور من قبل وديان زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع المركز الخامس. تتواجد هنالك في هذه اللحظات نجلة محمد بن دحبة بن محمد بن سالم العامري، هكذا
للمرة الثانية لهذه الشعارات الحاضرة لهؤلاء العمالقة المتواجدين مع مقدمة الشوط ومع هذه الأسماء التي تحظى بشرف الإذاعة عبر القنوات الناقلة. ولكن عودتنا إلى الثنائي الكبير، عودتنا إلى الثنائي الخطير بين وبين بقية الأسماء فارق كبير. تتقدم هنالك في هذه اللحظات جبارة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم يقدم لنا جبارة، بينما أتابع الضغط المستمر هنالك في هذه اللحظات من قبل تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم لنا تغريد مع المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع التواصل والتواجد هنالك في هذه اللحظات من قبل شودة محمد بن سليم بن شويرب بن سعيد العامري يقدم لنا شودة. المركز الرابع وصلت هنالك وديان زايد بن مجدل الاعتيبي على المركز الرابع. المركز الخامس حضرت هنالك في هذه اللحظات نجلة محمد بالدحبة بن محمد بن سالم العامري. وما قبل الخمس وصلت الشعارات الكبيرة، حضرت الشعارات العملاقة، وصلت هنالك في هذه اللحظات الزبارة حمد بن قانم بن سلطان الهديفي يدفع لنا في هذه اللحظات من وصلت على سادس المراكز. وبينما العودة العودة إلى مقدمة الشوط، العودة هناك مع رقص الكبار وهنالك الفارق الكبير. يا هي مسافة بين الاثنين المتقدمين، هناك المقدمين العروض الكبيرة، ما زالت البداية والمقدمة هناك في هذه اللحظات مع شعار جبارة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم يقدم لنا جبارة. وتابع التسلل في هذه اللحظات من قبل تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا تغريد. المركز الثالث وتابع هنالك الحضور من شودة محمد بن سليم بن شويرب العامري يقدم لنا شودة. المركز الخامس المركز الرابع وتابع من وصلت في هذه اللحظات نجلة تتقدم هنالك بشعار محمد بالدحبة بن محمد العامري يقدم لنا شعاره. حضرت هنالك الزبارة في هذه اللحظات إلى المركز الخامس حمد بن قانم بن سلطان الهدي في الكواري. يا سلام على هذا الانطلاق الكبير من قبل الزبارة، من تنضم إلى وسط المعركة في هذا الشوط، في هذا الشوط الكبير، شوط العمالقة والخبراء، معركة ما بين الأقطاب. وما زال الثنائي هنالك مع النعيمي وابن حنيتم يسيطرون على مجريات أمور هذا الشوط. هنالك تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم لنا تغريد ليكون هو الترند في هذا الشوط، يتقدم في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط بشعاره البرشلوني المنتفع مع أول المراكز. سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك جبار فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم مع المركز الثاني. المركز الثالث ما زال التواصل هنالك والتواجد من قبل شودة محمد بن سليم بن شويرب العامري يدفع لنا بشودة. المركز الرابع تابع هنالك نجلة محمد بالدحبة بن محمد بن سالم العامري والزبارة. على خامس المراكز حمد بن قانم بن سلطان الهدي فيها كذا مرارا وتكرارا وكيلوين هي الفاصلة عن ناموس هذا الشوط في هذا المهرجان الكبير. ولكن العودة هناك إلى هذه المنطلقة، العودة هنالك إلى شعار بن عنزان، من قدم لنا الأسماء الكبيرة، من حضر في هذه اللحظات ليتقدم هذه الأسماء ليسيطر على مجريات أمور هذا الشوط، ليتقدموا هنالك بتغريد سالم بن عنزان
العنزان بالخاتم العنزان النعيمي يدفع لنا بتقريد مع مقدمة الشوط تقرد وحيدة هنالك مع المقدمة المركزي الثاني. الحضور من قبل جبارة افهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم يدفع لنا بجبارة مع المركز الثاني المركز الثالث وتابعه من اندفعت في هذه اللحظات نجلة محمد بالدحبة بن محمد العامري يتقدم إلى المركز الثالث المركز الرابع وتابعه. التواصل والتواجد من قبل هنالك شود محمد بن سليم العامري بينما حضرت في هذه اللحظات الزبارة تصل هنالك بشعار حمد بن قانم بن سلطان الهديف هي الكوار هكذا. ولكن العودة هنالك إلى الثنائي المتميز من بداية هذا الشوط معركة ما بين الأخطاب والعمالقة ما بين العمالقة اندفعت وطارت وحلقت في هذه اللحظات. سلام لتغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي والثمانمائة متر الأخير الأمتار الأخير وعصاتها ببطانها يتحرك الشعار البرشلوني يتحرك هناك مقدما لنا تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يدفع لنا بتغريد ظفرت بهذا الشوط بكل عرض كبير بكل أداء متميز بكل عرض لافت للأنظار. سلام لك يا بن عنزان من اعتاد دائما على معانقة الناموس يدفع لنا بتغريد محققة الناموس هذا الشوط بكل اقتدار وبكل افتخار وبكل عرض لافت للأنظار. إذا الناموس مع تغريد ظفرت بهذا الشوط حققت هذا الشوط قدمت العروض الكبيرة قدمت العروض المتميزة. فسلام لك يا سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وصباحك ناموس والأروع وعصاتها في بطانها ما تحركت. سلام لك يا بن عنزان سلام سلام على هذه العروض الكبيرة والمتميزة التي قدمتها لنا تغريد في هذا الشوط الكبير والمتميز بحضور سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما أتت على ثاني المراكز هنالك نجلة محمد بالدحبة بن محمد بن سالم العامري المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز جبارة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم المركز الرابع وصلت على رابع المراكز هنالك الزبارة حمد بن قانم بن سلطان الهديف الكواري المركز الخامس وصلت هنالك شودة محمد بن سليم بن شوير بالعامري. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط فحضر هنا الشعار البرشلوني مقدما لنا تغريد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي محققا هذا الفوز وهذا الانتصار بكل جدارة واستحقاق. التوقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية و51 جزءا من الثانية تانين على هذا الفوز وهذا الانتصار لتغريد ولمالك تغريد. بينما من أتت على ثاني المراكز وصلت هنالك نجلة محمد بالدحبة بن محمد بن سالم العامري. التوقيت الزمني 12 دقيقة وثمان وخمسون ثانية وعشرة أجزاء من الثانية. بينما أتت على ثالث المراكز جبارة فهيد بن محمد بن سعيد الحنيتم. التوقيت الزمني 12 دقيقة وتسع وخمسون ثانية وخمسون جزءا من الثانية تانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.